شكرا الاستاذ، غير تحلى معنا شويه بالصبر، لان هذه مناظره ماشي جينا للندوه. اولا لانني زعما الطريقه اللي استقبلتونا بها بعد مشقه السفر، كي نشارككم افكارنا والمعاناه اللي كاينه في الحسيمه، لا ما كاين صدر الرحب، ما كاينش، بل يبدو صدركم ضيق جدا. وعذرا وعذرا عذرا على هذا الشيء، عذرا عذرا للاستاذين وعذرا. شوف مرات كاع قنظل كطهوا، باش كيجي غوانا الشيء مستعد قيم حتى ما بعد السحور. تصور تزمة اثبتت تزمة المحاكمات السوريه للمعتقلين الحسيمه بانهم احسنوا صبرا منكم. تلقى المحاكمه تجو جوزير شكمرك قامت صبارك المناظره التي ماشي بحال المحكمة، لأن أمثالنا نعرف أن نطبق الفقه. لا ماشي بحال المحكمة، حنا ماشي المحكمة، مع الناس الصدر رحب، حنا ديال النواب فكرية ماشي المحكمة. نتمنى الصدر ديالك يكون رحب وفقط. تفضل 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 قول. ما كاين هنا أضواء باش نشوفوا كاميرات أو شيء من هذا القبيل، جينا باش تحطوا مثقال بين. وتفضل تفضل تفضل قول قول. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. غير غير عزو تسمكم مني ما أريد. مداخلات من خلال كل المداخلات، بالرغم انها تتعلق بوطني وتتعلق بمدينه جريحه اسكن منها وجئت منها، الا انني احس بالاغتراب في الخطاب، وكانكم تتحدثون عن مدينه غير مدينه الحسيمه، وهذا طبيعي جدا لانكم لم تشموا رائحه ترابها يوما يوما. احنا سبعه اشهر كامله للحراك، يوميا كاينين تما كنتبعوا اللحظات الحرجه في ديك الحراك. بالتالي كي تعرفوا حقيقة الأمر، بالحسيمة لا يمكن أن نجد حلها فقط في رفع السقف والمطالبة بإطراح سراق المعتقلين السياسيين القابعين بالدار البيضاء أو بالحسيمة، وكذلك بالموازاة مع تنفيذ المشاريع، بل ينبغي أن نبحث في عمق الأمور في الحقيقة التي تكمن من داخل المجتمع، وفي داخل المجتمع تنمو مظاهر خطيرة جدا، وهذه المظاهر نعاني حالا من ويلاتها. نحن كشباب فقط يكفي أن يكون لنا انتماء سياسي، لا يحق لنا نهائيا أن نتحدث من داخل الحسيمة. يكفي أن يكون لك انتماء نقابي أو انتماء لجمعية مدنية، لا يمكن لك أن تتحدث نهائيا فيما يتعلق بالشأن العام. لماذا؟ هذا هو السؤال الجوهري. لماذا؟ لأننا نتعرض لعقاب جماعي لمراحل من التراكم. تعرضنا لهذا العقاب بالانتماء للأحزاب السياسية منذ 1958-1959 إلى حدود 1994 عن طريق كتلة من المواقف. لم ينخرط المناضلين والمثقفين في العمل السياسي إلا بعد جهد جهيد، إلا بعد نقاش مستفيض. هل الانخراط في العمل السياسي أو في الأحزاب السياسية أو النقابات لا يعتبر خيانة أم هو خيانة؟ فظل في الريف واقع الاقتراب على المشهد السياسي. حتى جينا لهذه المرحلة، هذه المرحلة جاء فيها العقاب الجماعي، هو حراك ضد المثقفين، حراك ضد المؤسسات، حراك ضد الأحزاب السياسية، حراك ضد الحكومة، حراك ضد الكل في الكل، لأن ذلك الهدر المدرسي الذي يعانى منه الريف أصبح الآن يعاقب الكل في الكل. طيب ما بقاش نقولوا بأن خصنا استعادة الثقة في الأحزاب السياسية ولا استعادة الثقة في المجتمع المدني أو شيء من القبيل. هذه المفاهيم لا يوجد لها مكان من داخل الحسيمة. والله ما كاينة. قسما بالله ما كاينة، كاين انتخابات. كتدار انتخابات في الحسيمة ولا يمارس هناك عمل سياسي أو مجتمع مدني في الحسيمة. بالتالي لا ينبغي أن نغتر أو نعتقد بأننا لدينا عصا سحرية يمكن أن نحل بها المشكل. أنا التوصية اللي كنقول لكم غتنقلوا هذه المناظرة. إن كانت لكم الجرأة غنقلوا هذه المناظرة صوب الحسيمة. إن شاء الله. وغنديروها كتقول إن شاء الله أستاذ، أقسم بالله العظيم ستعاقب بوابل من الحجارة. قبل ما نديروها. لا باش تعرف الواقع. باش تعرف الواقع. باش تعرف الواقع. حنا أنا يحزني في النفس أن يأتي المثقفين من مشارب كل المغرب باش يتحدثوا على الحسيمة ولا يعرفون واقعها. هذا هو الواقع الأستاذ. هذا هو الواقع. باش تعرفوا، باش حس عندك يصحاب لك بانه شي خطاب ديال شي حزب معين يكون حاليا هناك محاولة ديال نوع من التآمر كي يجعلوا من الحزب الواحد
بانه هو العدو، هو الاصل، هو اسباب كل شيء، وشيطنه الحزب الواحد من داخل الحسيمة. ولكن هي محاولة بائسة، لأن الشعب ثم في الحسيمة وبإكمال لا يثق أصلا في الأحزاب كلها. شكرا. لا يثق في الأحزاب كلها. بالتالي هذا الأستاذ ديالي مشوا في هذا الاتجاه، ما تبقاوش ديروا خطاب السيليني السيليني، شوف السيليني الأستاذ ديالي احتراما لك يعني والمسار اللي ما تعرضت إليه وكل شيء، ولكن اسمح لي نقول لك حتى أنا دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية، هضرت على سميتو على الظهير العسكري، وقلت بانه هناك ما يسمى بالنسخ الضمني او شيء. ماذا يمكن ان يغير من وزاره الداخليه باصدار بيان بسيط جدا لمده 7 اشهر ان توضح للراي العام بانه لا وجود لظاهر العسكري في نظرك؟ في نظرك؟ في نظرك هل تعتبر صياغة مثل هذه الأسطر الصغيرة جدا كي تقول بأن الظهير نسخ ضمنيا يمكن أن تشكل جبلا من المعاناة؟ إذا ما بغاش تصدر ظهير، القضية فيها إن ما فيهاش إن. شكرا شكرا أستاذ، تحياتي. شكرا.